شهاب وآسر أم فريد وضاري اللي رح يتأهلوا معنا لنصف النهائي؟ تابعوا الحلقة للآخر عشان نعرف مين اللي رح يتأهل منهم مع ثائر وأغياد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبود من قناة عبد الرحمن يوسف. نعم يا جماعة، ها قد عدنا لأحداث حلقات بيبة البيرست، ولكن هاي المرة مش بالرايز ولا بالتيربو، وإنما ببيبة البيرست سيرج لأول مرة في القناة، وتحديداً الحلقة 14. عودة للحلقة الماضية، شاهدنا تأهل أغيد وثائر إلى النصف النهائي بعد فوزهم على كل من دريد وسليم، وهذا أدى إلى خروج كل من دريد، زاهر، سليم وسفيان من البطولة بسبب خسارتهم ونفاذ فرصهم للفوز. وفي هذه الحلقة سنرى من هم اللاعبان اللذان سيتأهلان مع أغيد وثائر إلى النصف النهائي من خلال النزال الواقعي بين آسر وشهاب ضد دريد وضاري. فاشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس، ولا تنسوا أن تدعمونا بزر اللايك والفولو على الإنستغرام. وبدون ما نطول أكثر، هيا لننطلق. بتبدأ الحلقة عند آسر وشهاب وهم بيفكروا بخطة محكمة لنزالهم القادم ضد فريد وضاري، وبيكون سفيان وزاهر معهم. وفجأة بغادر زاهر الغرفة وتبدو عليه ملامح الحزن والإحباط بسبب خروجه من البطولة. بدخل سفيان عليه وبيواسيه وبيحكي له إنه الإحباط والفشل قد يجعلنا أقوى في المرة القادمة، وبفجر حزنهم بصراخ شديد. بنتقل المشهد عند فريد وضاري، وما شاء الله الاثنين أقوياء ومرتاحين وما في داعي يحط خطة أصلاً للنزال. والآن ها قد حان النزال الذي سيحدد اللاعبان اللذان سيتأهلان إلى النصف النهائي. أهم شهاب وآسر أم صاحبا البلابل اليسارية ضاري وفريد؟ هذا ما سنعرفه بعد قليل. بتقدم اللاعبين للحلبة بقوة وحماس، وبيبدأ النزال بإطلاق البلابل الصاعقة بقوة، وبيستحوذ براثن السراب على المركز على طول، ولكن بيبدأ الشجاع المحصن هجومه الأول على البراثن، وبنجح بإبعاده عن المركز، وبرجعوا يتصادموا مرة ثانية تصادم طويل. وزي ما بنعرف من عادة آسر حبه للهجوم، فبتوجه للهجوم عليهم، ولحسن الحظ بفضل قاعدة براثن السراب القابلة للانضغاط بتدارك فريد الموقف وبنجح بالابتعاد عن الشجاع. وهاي الحركة مشابهة للحركة اللي شفناها بالحلقة الماضية لما سفيان وزاهر نازلوا دريد وضاري لما كان الخفاش البارق بالمركز وهاجمين عليه التنين النبيل والوميض المجنح، وكانوا رح يصطدموا فيه لولا ضربة شريكه زاهر وإبعاد الخفاش عن المركز واصطدام التنين بالوميض بقوة زي ما صار بهاي الحلقة. ونتيجة لهذا التصادم برتد البلبلين للخلف، وما ننسى إنه الوميض المجنح لساته معنا بالحلبة، فبهجم على السراج والشجاع وبيطيرهم للأعلى، ولكن بيستطيعوا العودة إلى الحلبة والتوجه لمكان زيادة السرعة بعد الضربات العنيفة اللي تعرضوا لها. بخرج كل من آسر وشهاب طاقتهم وقوتهم متوجهين لبراثن السراب وبهجموا عليه بأقصى سرعاتهم. بينادي فريد على ضاري وبيخرجوا الاثنين طاقاتهم، ومدامهم الثلاث بلابل قاعدين بتصادموا بنضم لهم ضاري، وهيك بصير الأربع بلابل لأول مرة بتصادموا على شكل خط مستقيم لا يتزحزح. بشع كل اللاعبين ما عدا آسر، بعدين بينادي على شهاب وبنضم لهم آسر، وبشع وبخرج كل قواه وطاقاته. وكالعادة لما يتعلق الأمر بقوة آسر وطاقته كنا نشوف ثائر مهتم بالموضوع وكأنه بلاحظ إشي غريب بآسر، وهذا المشهد شفناه وتكرر أكثر من مرة، يمكن يكون تفسيره بالحلقات القادمة. عودة للنزال، بيكملوا الأربع بلابل تصادمهم وتحركهم حوالين الحلبة بإشعاع أبيض ناصع، ونتيجة لهذا التصادم برتد الأربع بلابل للخلف، والشجاع والسراج برتدوا لطرف الحلبة. وبفضل المطاط اللي على لاير الشجاع، أتوقع كان إله دور بتقليل أثر الصدمة، وضحى شهاب بنفسه من أجل دفع السراج المذهل بقوة أكبر. وبعد هاي الدفعة بهجم السراج على كل من الوميض والبراثن بتوهج وقوة كبيرة، وحدث اصطدام عنيف ومتوهج أدى إلى خروج براثن السراب والوميض المجنح من الحلبة وصمود السراج المذهل وبقاء داخل الحلبة. وكمان مرة ثائر بتوهج بسبب فوز آسر. وهكذا بعد هذا الانتصار العظيم الذي حققه شهاب وآسر، فإنهم الآن متأهلون إلى النصف النهائي. وهيك تأهل معنا أربعة لاعبين إلى النصف النهائي، وهم ثائر، أغيد، شهاب وآسر. وبسبب خسارة ضاري وفريد فكان مصيرهم للأسف الخروج من البطولة. بنتقل المشهد للاعبين بالطيارة مسافرين لبلادهم، وبستذكر آسر لقاؤه شهاب مع ثائر لما ثائر استهزأ بقوة آسر وحكى عنه ضعيف، واستهزأ برضو بالأسطورة شهاب وحكى له أنه رح يدمر مسيرته بالمباراة النهائية. الصراحة ثائر مزودها شوي، وبحس شخصيته مشابهة لشخصية ماهر لما كان العين الحمراء،
ومدامنا حكينا عن ماهر فقد أنهى من صنع بلبلو اللهيب الشامل وبيخوض مع شهاب نزاله الأول لتجربة البلبل. والواضح إنه اللهيب بتميز بالشصي ذو الدوران الحر في الوضع الدفاعي اللي بيخلي أي بلبل يهجم عليه ينزلق وما يتأثر اللهيب بالهجمة. وما ننسى أيضاً إنه البلبل بتبدل بين الدوران اليميني واليساري. بنتقل المشهد عند أغيد وصديقه السابق ريان على ضفة النهر. إيه اشتقنا لأيام التيربو. وبهنئ ريان أغيد على تأهله لنصف النهائي وبشجعه على الاستمرار. بحكي له أغيد إنه ذاهب عند زاهر عشان يطمن عليه ويسليه، لأنه آخر فترة زي ما شفنا زاهر كان حزين ومحبط لأنه ما تأهل للنهائيات. والغريب بأغيد إنه المفروض يكون مشغول وبتدرب للنزالات القادمة المهمة جداً، ودائماً بسعى ليكون الأفضل، إلى إنه بفضي جزء من وقته ليطمن على الآخرين. وهاي الشغلة حمست ريان للاندفاع نحو الأمام. بتوجه أغيد لبيتهم وبتفاجأ إنه زاهر مش حزين، بل بالعكس مبسوط وبوكل مع كورونا كمان. بنضم لهم أغيد وبوكل معهم وبشكر الأخوين على الطعام، وبحكي لهم إنه كان الطعم لذيذ زي السندويشات اللي كانت تعملها إمه عشان تزودوا بالطاقة قبل النزالات. بتحمس الأخوين لتجربة السندويشات وبقرروا الذهاب لبيت أغيد، وبوصلوا البيت وبجيب لهم أغيد السندويشات وبوكلوها. وبعد ما ظلوا الأخوين يوم كامل عند أغيد بشكروا زاهر على مجيئه للإطمئنان عليه رغم انشغاله بالنهائيات. بحكي له أغيد إنه من المهم التفكير والإطمئنان على الأشخاص وتفقد أحوالهم من فترة لفترة، فلولا وقوف ماهر وريان وشهاب وفيصل بجانبه لما وصل للمرحلة اللي هو فيها اللي بتخليه يبذل قصارى جهده للتفوق. يوم جديد ونزالات جديدة، ها قد وصلنا إلى المراحل الأخيرة من مهرجان الأساطير. نزالان اثنان فقط يفصلاننا عن المباراة النهائية، فمن من هؤلاء الأربعة سيثبت جدارته بالوصول إليها والفوز بالبطولة؟ بتبدأ قرعة نصف النهائي ونتائجها كانت أغيد ضد ثائر بالنزال الأول وآسر ضد شهاب بالنزال الثاني، والفائز من كلا النزالين بتواجهه بالنهائي. وبدون ما نطول أكثر خلينا نبدأ بالنزال الأول بين أغيد وثائر. بتقدم أغيد من الزاوية الحمراء وثائر من الزرقاء وبتوجهه للحلبة، وكالعادة بتفاخر ثائر بنفسه وبقوته قبل النزال، وأغيد بيكون مستعد ومتحمس للنزال. بتناقش سفيان وشهاب عن الوضعية اللي رح يختارها أغيد للنزال، فهل رح يختار الحلقة الصفراء اللي بتساعده على الدفاع أم الحلقة الزرقاء الهجومية؟ ولكن بفاجئنا أغيد وبفاجئ ثائر وما بحط لا هاي ولا هاي، بل بلعب دون أي إضافات على البلبل. 3-2-1 بيبدأ النزال بإطلاق البلابل الصاعقة بقوة، وكالعادة فإن مركز الحلبة دائماً للوثاب المتغير مع الحلقة المدرعة حوالين البلبل. بهجم أخيل المطلق على خصمه ولكن دون أي جدوى بسبب درع الوثاب المحصن. برجع أغيد بقوة أكبر يهجم هجمات لولبية، ولأنه ما استخدم أي حلقات للبلبل فأصبح هجومه أحد ووزنه أخف، واستطاع تصغير درع الوثاب وإبعاده عن مركز الحلبة مع ضربات قوية على أطرافها. بخرج أغيد طاقته وبهجم على الوثاب وبدفعه نحو مكان زيادة السرعة، ولأول مرة الوثاب المتغير يحتاج زيادة سرعته بعد الضربات القوية اللي تعرض لها من أخيل اللي أدت إلى تصغير درع الوثاب بشكل كبير. ولكن بيزيد الوثاب من سرعته وبرجع يخرج شفراته المطاطية مرة أخرى لصنع الدرع، وكأنك يا أبو زيد ما غزيت، راحت هجمات أخيل على الفاضي. بخرج ثائر طاقته وبكل نزال بشع بلبله أكثر من المرات السابقة. الله يستر من اللي جاي. وبهجم البلبلين على بعض بشراسة وعنف شديد، واستطاع ثائر تحطيم أخيل المطلق والفوز بالنزال. وهيك بفوز ثائر على أغيد وبتأهل للمباراة النهائية، وللأسف بخرج أغيد من البطولة كاسف الوجه. وبغضب أغيد وبحزن لأنه كان قريب جدا من الفوز على ثائر. بأشر ثائر على شهاب وبحكي له أنت الضحية القادمة بالنزال النهائي. وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. اضغطوا زر اللايك إذا عجبتكم واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الحماسية والحلقات القادمة، ونعرف مين الفائز بالنزال الثاني بين آسر وشهاب ويواجه ثائر بالمباراة النهائية. وبس، كان معكم عبود من قناة عبد الرحمن يوسف، ومع السلامة.